الفائدة السلبية ما هي ومتى تطبق؟ مرحبا بمشاهدي أرقام، يسعدنا متابعتكم والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. من المتعارف عليه أن سعر الفائدة هو نسبة الفائدة التي يحددها البنك المركزي في أي بلد، ويدفعها على إيداعات البنوك لديه ويحصلها على الاقتراض منها. وعلى أساس سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي تحدد باقي البنوك نسب الفائدة على مدخرات المودعين فيها أو تحصلها على قروضها للشركات والأفراد. في بعض الأوضاع الاقتصادية مثل حالات الانكماش الاقتصادي ينخفض الطلب الكلي في البلاد وتهبط الأسعار وتنخفض إنتاجية الشركات فتسرح العمال وتزيد نسب البطالة، وهنا قد تلجأ البنوك المركزية لتخفيض نسبة الفائدة إلى ما دون الصفر. عندها سيتوجب على أي بنك يودع أمواله في البنك المركزي أن يدفع نسبة للبنك المركزي، وفي هذه الحالة قد تفضل البنوك إقراض أموالها للشركات والأشخاص بدلاً من إيداعها ودفع نسبة كفائدة عليها، حيث أن خفض نسبة الفائدة تحت الصفر سيجعل الاقتراض أسهل ويزيد الطلب على القروض ويحفز الإنفاق والاستثمار وانتعاش الاقتصاد وإنهاء الانكماش وربما رفع نسبة التضخم بشكل طبيعي ومفيد للاقتصاد. لكن هذه السياسة النقدية قد يكون لها تبعات سلبية على المدخرين، مثلاً الأفراد الذين يهدفون لتأمين دخل لمرحلة التقاعد يصبحون مضطرين لادخار مبالغ أكبر في ظل الفائدة السلبية، مما يعني خفض إنفاقهم، وهو ما يعاكس الأهداف الأصلية لسياسة الفائدة السلبية والتي تهدف لتحفيز الإنفاق والاستثمار.